ملفنا الصباحي لنهار اليوم راح يكون حول حب التملك. هل حب التملك هو حب او مرض نفسي؟ وهل في الاساس هي نقول احنا غيره محموده او انانيه خبيثه عند الانسان على حب السيطره؟ كثير من الاسئله راح يجاوبنا عليها المدرب في التنميه البشريه استاذ حسام بالعاتله وحاضر معنا. صباح الخير. صباح الخير وشكرا للاستضافه. مرحبا بك. بدايه قبل ما ندخل في تفاصيل حول ملفنا الصباحي، من اين يعني تنشا هذه الرغبه بالاساس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الانسان بطبعه يحب يتملك، فلاحظوا معي مثلا احنا نفوت احيانا، خاصه انه راح يجي الان الوقت وين يبدا الازهار تتفتح والورود، احيانا تعجبنا ورده معينه فنقطفها باش ناخذها عندي، صح ولا لا؟ نفوت مثلا يعجبني مثلا مقنين، يعجبني طائر معين فنحب نشريه نحطه عندي في البيت، تعجبني حاجه معينه ايضا نحب نشريها ونحطها عندي. اذا الانسان بطبعه يحب يتملك الاشياء، يعني فطره في الانسان، فطره في الانسان انه يحب يتملك. المشكله انه اصبح ذلك التملك لدى الاشخاص، فبدات من بكري مثلا انه نشري الانسان ولا يمتلك شخص معين اللي هو يشريه، عبد او كما بكري جاريه او جواري او عبيد فيشريهم، اللي هو حب التملك الاشخاص. فذلك حب التملك هذا الان مشى حتى ونوصل للعلاقات الزوجيه، وبالتالي اصبح انه الشريك يحب يتملك الطرف الاخر وكانه شيء او كانه شيء معين ملكه هو. اذا الحب التملك شيء طبيعي في الانسان، لكن الخلل او المشكل لما يولي شكل مرضي ولما يولي يهدد العلاقه ولما يولي يهدد الكيان اللي هو الاسره. يعني وش هي العلامات اللي تدل على انه يعني تدل على هذا المشكل سواء من قبل الزوج او من قبل الزوجه؟ طبعا في عده علامات، مثلا ما بين العلامات انه الشريك يحب يريح غير مع الشريك ده، معناته يلصق فيه. يعني احيانا تشوف انه لاصق فيها وكانه هذا تعيانه، كيما الطفل الصغير، الطفل الصغير كي يشد اللعبه تاعه ولا يقول لك شد هذه تعيانه، فهو اذا الالتصاق. النقطة الثانية انه يفضل ويحب انه ما يكونش مع الناس الاخرين. يعني قال مثلا لو الزوجه مثلا الزوج تاعها راح مريح مع اصحابه ولا، وبالتالي في كل دقيقه تعيط وين راك وقتاش تجي اكذا. نفس الشيء مثلا الزوج لو هي راحت مثلا لبيت اهلها فيبقى لها كامله ويتصل. يعني تشوف انه هذه تقترب من سمات نقولوا الشك؟ الشك النقطه الثالثه، الشك انه يولي مثلا يجي تحوس له في قشو كش ما كاين، تفيري في البورتابل احيانا وين تلحق انه تحوس له في الاشياء تاعو الخاصه. اذا هو هذه النقطه الثالثه اللي هو الشك. النقطه الرابعه ايضا اللي هو الغيره الزايده. وين رحت؟ على هدرت مع فلان، على ما درتش. حتى يمكن انه يعني الزوجه في حالات ما تخليش الزوج نتاعها حتى مع الام نتاعو. فوالا اذا تلحق للام، تلحق للاصدقاء، تلحق لل اقل شيء تلحق حتى للاشياء، ممكن تغير من الاشياء، ممكن تغير من الحيوانات معينه، كان مثلا هو عنده حيوان تاعو يحب يريحك لو تريح تغير منه. النقطة أخرى أيضا اللي هو الاهتمام الزائد. كان شي ناس مثلا شكيف يقول لك باللي بزاف راه نحس روحي مخنوق، سواء من الزوج أو الزوجة، وبالتالي كلاهما. إذا الاهتمام الزائد يقول لك الاهتمام بالأشياء الصغيرة إلى درجة أنه تهمل الأشياء الكبيرة. كبيرة صح. هذا الاهتمام الزائد. النقطة الأخرى أيضا اللي هو الخوف. انه تخاف انه سواء الزوجه او الزوجه، سواء هي تخاف انه يروح لها ولا هو يخاف انه يروح له، وبالتالي راح تولي في قلق مستمر يكون معاها. هذاك القلق هو اللي يخليه انه يضغط على الطرف الاخر، يعني تكون سيطره مزعجه. فوالا. الان لو تسالي تقول لي من جات الجذور هذا المشكل؟ هذا المشكل طبعا دائما اي مشكل يبان في العلن، معناتها احنا في هنا هضرنا على الاعراض تاعو، لكن المشكله وين راهي في الاساس هي في العقل. اللي هو اكثر شيء نهضر هنا على العقل الباطن. اذا اي مشكل هنا هو الاساس تاعه، فلما تحط مثلا على مشكل حب التملك وبصفه عامه معناتها باللي لدي شيء ما ينقصني وبالتالي انا ابحث عنه لدى الطرف الاخر. فلما نكون انا مثلا مانيش مرتاح مع نفسي اذا اسعى اني ارتاح مع الناس الاخرين اللي هو الطرف تاعي الاخر. لما نحس باللي حاجه نقصتني نحب اني نكملها لدى الطرف الاخر. لما نحس باللي احتياجاتي ماهيش ملبات اذا ابحث على اني البيها لدى الطرف الاخر. والنقطه الخطيره جدا هنا اللي هو عدم وجود الامان الداخلي. انه اذا كان الشخص يعني وين يتحول الى شك، فوالا كما يلقاش الامان الداخلي تاعه، الثقه ما بين الطرفين، فيحب انه يبحث عن الامان الخارجي. طبعا هنا من حين انه يلتصق فيه يخاف انه يروح له لانه بالنسبه له هو مصدر امان، وبالتالي اذا راح هو راح مصدر امان. نتيجه هذا الخوف الزائد راح يولي لنا شك، راح يولي لنا غيره زايده،
راح يولي لنا قلق، احنا شيء يسمى بالقلق المزمن، لانه احيانا ممكن انا مثلا عندي شيء معين راح نتقلق عليه لكن يفوت. لكن حاجه اسمه القلق المزمن، القلق المزمن بلي دائما في حاله قلق، معناتها الطرف شريك معايا راني خايف لا يروح، هو ما كانوش نخاف لا ما يجيش. اذا قلق، خوف داخلي، حيرة، شعور بالتهديد، حيرة ما عبرش واش راح ندير، نخاف عدم إني الثقة، عاد نعيد، لأنه هذه كامل راح تسبب لي حالة من عدم الثقة، راح تسبب لي حالة من نقص التقدير الذاتي وعدم الأمان. عدم الأمان هو أخطر شيء هنا، أني ما نشعرش بالأمان، معناتها باللي نحس دائما باللي الطرف تاعي الآخر رايح. طبعا هذا الأمر راح يولي أثر على الطرف الآخر، إذا راح تولي دوامة، يعني يخلق مشاكل يمكن. إذا هي كيفاش تمشى؟ النقطة الأولى أنه راح تكون كاينة فكرة، فكرة باللي أنا ما عنديش شعور بالأمان، إذا أنا سأبحث عن تغذية الجانب تاعي الأمان من خلال شريكي. طبعا هذا بشكل لا واعية، هذا يحدث أمر في العقل الباطن، يبدأ يحوس على الخلل وين راهو. فوالا، إذا عندي شعور تبدأ فكرة، الفكرة هذه تسبب لي مشاعر معينة، مشاعر عدم الارتياح، مشاعر خوف، مشاعر توتر. طبعا العقل الواعي هنا تاع الإنسان ما يقدرش يترجم هذه المشاعر، ما فهمهاش كيفاش يجي، إذا يحاول أنه يبحث على تصرف معين من خلاله هو يشبع ذلك النقص. إذا وش راح يدير؟ يحاول أنه يحتوي شريك الحياة تاعو، يحاول انه يغلق عليه، يحافظ عليه عنده، وبالتالي ايش راح يسبب؟ راح يسبب ضيق ومشكلة لدى الطرف الآخر. وجود مشكلة لدى الطرف الآخر ايش راح تعاود؟ راح تعاود تعزز فكرة باللي وجود مشكلة معينة معناتها شك. إذا الشعور فكرة شك راح تؤدي إلى مشاعر أخرى، مشاعر راح تولي سلوك، وبالتالي نبقى دائما في دوامة ما بين أفكار مشاعر وسلوك سلبية. وهذا ربما المشكل يقع حتى قبل الزواج، يعني هذه السلوكيات وين تلحق أنه الزوجة يعني دائما تشوف الهاتف تاع الزوج نتاعها، يعني قبل نقولوا ربما في فترة الخطوبة كذلك. طبعا هذا الأمر أحيانا يبدأ من الصغر، الطفل ممكن يتسبب في حتى عند صح بين الطفل والوالدين. ممكن ياخذها مشكله في الاسره تاعو وكذا، وبالتالي راح تتمشى مع الوقت. ممكن ما جاتش الفرصه لانه تبان، لانه مثلا هذيك كانت شابه معينه، فتاه نشات دراسه العمل، فما طاحتش في السيتياسيون وتبان مليح هذاك حب التملك لديها. لكن ممكن تبان احيانا حتى مع الاصدقاء تاعها، مع الصديقه تاعها، مع الناس اللي قرب تاعها تحب يكونوا غير معاها هي، لكن تبان المشكله اكثر في الزواج. طبعا فتره الخطبه ممكن ما تبانش بزاف لانه لاعتبارات معينه ما كانش مش الوقت ما كامله معاه هو ما الى ذلك، لكن بعد الزواج تبان اكثر المشكله او راح تزيد اكثر. يعني وانت تشوف انه يختلف حب التملك بين يعني في الرجل عن المراه؟ بالتاكيد يختلف، ممكن عدة اعتبارات. أول شيء طريقة الحب والاهتمام للمرأة ليست كطريقة الحب والاهتمام عند الرجل، وبالتالي راح تكون الأمر مختلف. النقطة الثانية طبعا درجات، هنا ما كاش إحصائيات تقول لك باللي عند المرأة أكثر ولا عند الرجل أكثر، لكن بصفة عامة المجتمع المشرقي يرى حب التملك لدى المرأة شيء ماهوش مقبول، بينما حب التملك لدى الرجل شيء مقبول اجتماعيا. وبالتالي عادي جدا انه الراجل يجيب مرته ويحبسها في الدار، ما تخرجيش ما تروحيش ما كذا، وبالتالي واحد ما راح يقول لك باللي ما عندوش الحق، لان الناس كامله تعطيه الحق يقول لك باللي حاط مرته في الدار طبعا. لكن المراه لو انها كامله هي ما تتملك الرجل تاعها زوجها، هنا تسعى عليه ما تخليهوش يخرج مع اصدقائه، ما تخليهوش يروح لعائلته، اذا راح تولي مشكله كبيره، خاصه اذا ما خليتوش يروح للعائله تاعها. وبالتالي هنا العائله كما راح تهدر فيها يعني، يجب انه يعني نلقاو حل لهذا المشكل. بالنسبه لك انت كيفاش نعالج هذا المشكل وهو حب التملك ما بين الزوجين؟ طبعا اول شيء النقطه الاولى انه ليس دائما حب التملك شيء سلبي، امر عادي جدا، ولكن سلبياته اكثر من ايجابياته. لا لازم نشوف قبل الجانب الايجابي، لانه دائما ربما تكون غيره محموده. لا، حب التملك ليس فقط غيره، مثلا نعطي مثال بسيط جدا، انه الزوجه من حقها انه الزوج تاعها يكون عندها هي، مش انه الزوج بها هي، مش لازم ملك يزوج اصحابه هي، ولكن جزء كبير ولكن منه، ولكن هناك حدود ملكها هي. يعني لو نعتبرها مثلا شركه ذات اسهم، فالاسهم الكبيره عندها هي، يعني اكثر من 51% عندها هي، نفس الشيء بالنسبه للزوج. وبالتالي امر سيء انه سلبي انه الزوجه ما عندهاش حق في زوجها، او الزوج ما عندوش حق في الزوجه تاعو. كاين مثلا الزوجه تاعو مثلا ممكن هكا على العمل، ابر عمل عندها اصدقائها، ابر اصدقائها عندها عائلتها، اذا الزوج تاعها ما عندوش وقت تمده له ليها، وبالتالي هذا امر سلبي في حد ذاته. الان تقول لي يعني العلاج نتاع هذا المشكل اذا اعتبرناه كمشكل، اول شيء لازم نتقبلوه.
النقطة الأولى في حب التملك لابد أن نتقبل وجود المشكل، إذا ما لازمش ننكره، لأنه ممكن البعض يخجل منه، ينكره، يتجنبه، وبالتالي راح يسبب له مشاكل أكثر. أنه أحيانا راح نولي نخاف أنا من حب التملك لدي، إذا نخاف أنه حب التملك هذا راح يدير لي مشكلة مع زوجتي، وبالتالي راح نولي دائما خايف منه، نولي مقلق منه، نخاف أني نقلق شريك الحياة تاعي من خلال حب التملك لدي. إذا النقطة الأولى هي أن لازم أتقبل هذا الأمر. النقطة الثانية هنا أنه لازم يكون كاين حوار بين الزوجين. إذا كل ما كان الحوار، كل ما كان الصراحة، كل ما كان الأمر أفضل. إذا هنا الزوجين لازم يتناقشوا في هذا الأمر، يريحوا، قال أنا عندي حب التملك، هذه المشكلة، وراني واعي باللي موجودة عندي وما تقبلها، وراني نسعى أنه نلقى لها حلول، فنتوقع منك أنت أنه تعاوني في هذا الأمر وتصبر علي شوية، يتمنى أن نلقى حلول مثلا. إذا النقطة الثانية اللي هي هنا النقاش او الحوار والصراحه. طبعا النقطه الثالثه ايضا احيانا ممكن هي تتطور شويه وتؤدي الى اسباب، عفوا، الى نتائج سلبيه. اذا في هذه الحاله لابد ان الزوجين او احد الزوجين هنا يحضر مثلا، يشوف مثلا استشاري معين، سواء استشاري نفسي او استشاري في المجال تاع العلاقات الزوجيه، ممكن هو يقدر يرافقه في انه يجد حلول للمشكله تاعه. ممكن احد الزوجين هنا انه احيانا المشكل يكون اكبر من حب التملك، يكون حاجه اسمها التفكير السلبي المشوه، انه انسان اللي يفكر دائما بافتراضات مشوهه، مثلا باللي كل حاجه في الحياه افترض انه تاعي انا، اللي هو الانانيه. فلانه مثلا نشا في بيئه معينه، كل حاجه كان صغير يطلبها كان يمدوها له، اي حاجه كان يفضله هو، وبالتالي ماشي دائما بافتراض باللي هذا حاجه لازم نديها لي انا. اذا يدخل في علاقه تاع زواج واي حاجه حب يديها له هو، وبالتالي يزعف هو من شريك الحياه تاعو كان يقول له لا. اذا هذا الشخص لازم له مثلا انه يحضر مثلا برنامج تدريبي معين باش يتخلص من هذا الامر، من هذه طريقه التفكير المشوهه، لانه هذه تتمشى له احيانا ليس فقط في مجال الاسره تاعو، ممكن تمشى له حتى في مجال العمل وفي اي مجالات واحده اخرى. اذا هذه النقطه الثالثه. النقطه الرابعه ايضا الشيء اللي لازم نغيره دائما هو طريقه التفكير تاعنا. اذا ممكن هذا الشخص يبدا يتقبل افكار السلبيه هذه للدور، القناعات هذه، يسعى انه يراقبها وانه يغيرها باستمرار. يعني نقدموا اعذار للشريك ان شاء الله كامل الاقوله للزواج، يعني استفادوا من موضوعنا للنهار اليوم اكيد مع مدرب في التنميه البشريه حسام بلعاتي، ونشكرك على هذه النصائح اللي قدمتهم لنا. عفوا، طبعا نختم فقط بنقطه مهمه جدا، انه اول شيء لازم نتقبلوا هذا الامر ونعتبره شيء ايجابي، لانه ممكن الشيء السلبي اللي اكثر منه هو عدم الاهتمام تماما. صح. يعني انه ما كانش اهتمام تماما، وباللي وكانه الطرف الاخر انت بالنسبه لي ما تعني لي والو، وبالتالي ما نسحقكش. يعني النقطه المهمه والعلاج المهم لهذا المشكل هو الاهتمام. اذا لازم ما يكونش فقط زائد. فعلا. اوكي، خير الامور اوسطها. اكيد، يعطيك الصحه، شكرا لك.